جائحة كورونا ضربت العالم، فحصل ما حصل، ولكن هناك إيجابيات رافقت هذه الأزمة. محطة جودة الهواء، هذه المحطة تقيس نسبة الغبار واحتراق الوقود وانبعاثات المصانع وحتى المركبات في هواء مدينة الرياض، حيث سجلت محطات الرصد لجودة الهواء بمدينة الرياض انخفاضاً لغاز ثاني أكسيد النيتروجين عن الوضع السابق بسبب بقاء الناس في منازلهم. حصل عندنا تناقص نتيجة حركة السيارات قلت في المدينة، وهذه مصادر متحركة غير ثابتة. أيضا طاقة المصانع خفضت إلى الثلث والثلثين، وهذه برضو أثرت على تمام جودة الهواء. فحنا نتكلم بشكل عام إنه والله خلال الفترة اللي ماضية فعلا جودة الهواء يعني نقصت أو تعدلت، خلينا نقول صارت أفضل بشكل كبير. المحطات موزعة على كامل مواقع الرياض لقياس المتغيرات، وفي حال استشعار موجات غبارية ترسل إنذارا لعمليات المركز ويتم إعلانها للحيطة والحذر. كافة محطاتنا وكافة التقارير اللي احنا بنرصدها لم نصل إلى الخطوط الحمراء، كافة المعدلات كانت ضمن الحدود المسموح بها، كافة المعدلات لكل الأكاسيد لكل الغبار. طبعا الغبار أحيانا تجي أيام عاصفة فيمكن تتجاوز تمام إلى حد ما، ولكن في المجمل احنا مع الستاندر او مع معايير جودة الهواء ما تجاوزنا ابدا. نقاء الهواء مرتبط بالتزام تنظيم مواقع المصانع، فعندما بدأ الحجر المنزلي ومنع التجول زادت نسبة الهواء النقي، ولعل هذه الأزمة تعيد ترتيب مواقع المصانع. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض.